الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب اللباس في باب الثوب الأبيض وجواز الأحمر إلى آخره، قال: وعن أبي رمثة رفاعة التيمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. رواه مسلم. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. هذه الأحاديث تبين مشروعية هذه الألوان في اللباس كما مر علينا في الدروس السابقة، سواء كان أخضر أو كان أسود أو كان غير ذلك من الألوان سوى الأحمر الخالص، فإنه منهي عنه. فإن لبس الأحمر المشوب بغيره من الألوان فلا بأس به، وأفضل الثياب كما مر علينا الأبيض. وهنا مسألة متعلقة بلبس العمامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة، فلبس العمامة هل هو من السنة أو هو من العادة؟ الصواب في هذا أنها من العادة، من عادة الناس، وليست مستحبة. فلا يأتي مثلا رجل ويلبس عمامة يقول: أنا مثلا أقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه من العادات، إذا اعتاد الناس لبسها فلا بأس، وإن لم يعتدها الناس وصار الرجل يشار إليه أنه يلبس عمامة خلافا للناس صار لباس شهرة، وكل لباس شهرة فهو محرم. ولكن لبس العمامة عند الناس حاليا يعني ليس بالأمر مثلا المشتهر وليس بالأمر المندثر، وإنما أمر عادي. فإذا لبس الإنسان عمامة فلا بأس، وإن لم يلبسها فلا بأس، ولكن إذا لبسها لا يتعبد أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها لأنها كانت عادة العرب في ذلك الوقت. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب: بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. قال النووي رحمه الله تعالى: السحولية هي ثياب تنسب إلى سحول قرية باليمن، والكرسف هو القطن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما مر علينا في الحديث في أول هذا الباب أنه أمر بلبس البياض وتكفين الموتى به، والنبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من قطن، وهذا يدل على استحباب تكفين الميت باللون الأبيض، وإن كفن بغيره جاز، ولكن الأفضل أن يكفن بالأبيض. وهنا أيضا يستحب أن يكفن الميت إذا كان ذكرا بثلاثة ثياب بيض ليس فيها لا قميص ولا عمامة. أما المرأة فإنها تكفن بخمسة، الرجل بثلاثة والمرأة بخمسة. المرأة تكفن بقميص وخمار وإزار ولفافتين زيادة لها في الستر، وهي حية وهي ميتة. فهذا يعني من الأمور التي ينبغي التنبه عليها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تكفن النساء في خمسة ثياب بينما الرجال في ثلاثة، وذلك والله أعلم من أجل زيادة الستر للمرأة، لأن المرأة مأمورة بالستر حال حياتها وحال مماتها. قال: وعنها يعني عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: المرط هو الكساء، والمرحل هو الذي في صورة رحال الإبل، والذي في صورة رحال الإبل. فهذا يدل على أمرين: جواز هذا اللباس الذي هو من لون الأسود، وأيضا أن يكون عليه هذه الصور إذا كانت صورا ليس فيها ذوات أرواح أو فيها تعظيم للناس فإن هذا لا بأس به، لأن هذا اللباس المرحل فيه صورة رحال الإبل. آخر حديث في هذا الباب حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي: أمعك ماء؟
قلت نعم، فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. متفق عليه. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، نذكر بعضا من فوائد هذا الحديث العظيم. أولا من فوائد هذا الحديث جواز حمل الماء في السفر، جواز حمل الماء في السفر، لأن الإنسان قد يحتاج إلى هذا الماء للوضوء أو للاغتسال أو للشرب أو لغير ذلك من احتياجات، خلافا لمن قال أن حمله من التكلف، لأن بعضهم يقول أن حمل الماء من أجل الوضوء أو من أجل الاغتسال أو من أجل يعني من أجل هذه الأمور الشرعية أنه من التكلف. ولكن في مثل هذه الأحاديث التي فيها حمل الماء في السفر تدل على الجواز. فهنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر في غزوة تبوك كما جاء في الرواية الأخرى، وكان المغيرة بن شعبة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: معك ماء؟ فقال: نعم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن راحلته حتى فمشى حتى توارى في سواد الليل. المراد أنه في هذه يعني في هذه اللفظة عندما قال: معك ماء؟ فقال له: نعم، دليل على مشروعية حمل الماء ولا بأس بذلك. أيضا هنا في قوله: فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة ذهب ليقضي حاجته. وهنا فائدة مهمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب ليقضي حاجته دل هذا على أمرين: الأمر الأول جواز قضاء الحاجة في الطريق ولكن يبتعد عن الناس، أنه يبتعد عن الناس، الفائدة الأولى جوازه في الطريق في غير ما يضر الناس، الثاني يبتعد عن الناس ويتوارى حتى لا ينكشف منه شيء، بخلاف ما يفعله اليوم كثير من الناس في الطرقات كما نشاهدهم أنهم يقضون حاجتهم أمام الناس ولا يتوارون. نعم قد يصعب أحيانا البعد كثيرا، ولكن على الأقل أن الإنسان يبعد قليلا عن الناس حتى لا يرونه، أو يضع حاجزا بحيث لا يراه الناس وهو يقضي حاجته، أو يكون خلف السيارة بحيث لا يراه أحد من المارة، فإن هذا من تمام الستر وكمال العفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يذهب لقضاء حاجته، ومر هذا في حديث كثيرة، أنه يذهب حتى يتوارى عن أعين الناس لا يرونه صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال حرصه صلى الله عليه وسلم على الستر. قال: ثم جاء ففرغت عليه من الإداوة. الإداوة هي إناء كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وهذا الإناء يوضع فيه الماء، وهذا يدل على ما سبق في المسألة الأولى على جواز أخذ الماء في السفر ولا بأس بذلك. وهنا فائدة أخرى، جواز الخدمة حتى للحر ومشروعية ذلك، وأنه لا غضاضة على الحر أن يخدم الأفاضل، لا غضاضة على الحر أن يخدم الأفاضل. فالمغيرة بن شعبة لم يكن عبدا مملوكا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك كذلك خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ولم يكن عبدا مملوكا، فدل على أن خدمة الأفاضل كالعلماء وكبار السن ونحو هذا أنه لا غضاضة فيه على الحر، لا غضاضة فيه على الحر، وأن مثل هذا لا يلحق بالمماليك، وإنما هذا من كمال حسن الخلق. فهنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه كان يخدم الرسول، وأي شرف أن تخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يفرق على النبي صلى الله عليه وسلم من الإداوة. وهذا هنا فائدة أيضا أخرى، جواز المساعدة في الوضوء، جواز المساعدة في الوضوء، ويتأكد هذا في حال السفر وحال الصحبة، فإن الإنسان في السفر قد يحتاج إلى من يساعده في وضوئه. فالمغيرة رضي الله عنه وأرضاه كان يساعد النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، فكان يفرغ عليه من الإداوة. قال: فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، الرواية الأخرى جبة شامية ضيقت الكمين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يخرج ذراعه فيغسل يديه، فأخرج يده من أسفل، أخرج يده من أسفل هذه الجبة. وهنا فائدة مهمة جدا، الفائدة الأولى أنه
ينبغي الإنسان أن يحسن الوضوء حتى وإن كان ذلك في وقت الشتاء، لأن هذه القصة كما يظهر أنها في وقت الشتاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان متجهاً إلى تبوك، وتبوك قريبة من الشام، والشام أرض باردة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذه الجبة الضيقة، فيدل على أن هذه القصة كانت في وقت الشتاء، والله أعلم. فهنا على المسلم أن يعتني بأمر الوضوء وأن لا يتساهل في ذلك، خاصة أننا في يعني في وقت قريبين من وقت الشتاء، فقد يتساهل الناس في مسألة الوضوء، فتجد إذا كان عليه جبة أو عليه بجامة فتجده يرفعها ولكن لا يرفعها بشكل كاف، فعند ذلك لا يتم له الوضوء بأن يغسل اليدين إلى المرافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الوضوء كان يغسل يديه من أطراف أصابعه حتى يشرع في العضد، يشرع في العضد من أجل التأكد أن الماء قد غطى مكان الفرض وهو مكان المرفق. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلف هذا التكلف، أخرج يده من أسفل الجبة حتى يغسل يديه، وهذا يدلنا على أهمية إتمام الوضوء. وأيضا هنا مسألة أخرى استنبطها بعض العلم من هذه الحادثة، أن المسح لا يصح على غير ما ورد، والذي ورد فيه المسح العمامة والخفين ويلحق بهما الجوارب والخمار، وفيه خلاف، ولكن العمامة والخفين وما يلحق به فإنه يمسح عليهما، ما سوى ذلك لا يمسح عليه، لا يمسح عليه أبدا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يجوز له المسح مسح على هذه الجبة الضيقة التي في نزعها وإخراج اليد منها مشقة، ومع ذلك لم يمسح عليها. فقال العلماء لا يمسح على شيء سوى ما ورد، وإن كان في مثل هذه الحالة التي فيها شيء من المشقة والتعب. وأما ما يتعلق مثلا بالجبيرة ونحو ذلك فإن هذا المسح يكون للضرورة، أما المسح على العمامة والمسح على الخفين والجوارب لا يشرط فيه أن يكون فيه ضرورة، ولكن ما يتعلق بالضرورة هذه لها أحكامها. ثم قال هنا قال ثم أهويت لأنزع خفيه، يعني المغيرة أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. وفي هذه يعني اللفظة مسألتان، المسألة الأولى أنه يشترط للمسح على الخفين أو الجوربين الطهارة الكاملة، لا بد من الطهارة الكاملة، وهنا في قوله صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين دل على أنه لا بد أن يكمل المرء الوضوء ثم يلبس الخفين أو يلبس الجوربين. وهنا تأتينا المسألة المعروفة، وهي أن بعضهم يعني يتوضأ فيغسل اليمين فيلبس الجورب اليمين أو الخف اليمين ثم يغسل اليسار ويلبس اليسار، فنقول في مثل هذه الحالة على الصحيح من قول أهل العلم أنه لا يجزئ المسح عليهما، لأنه لبس الخف الأيمن ولا يصدق عليه أنه أدخله وهو على طهارة، لأنه لم تتم طهارته. لا يسمى رجل متوضئا حتى يتم جميع الأركان وجميع الفروض في الوضوء، فمثل هذه الحالة وإن أجازها بعض العلم إلا أن الصواب فيها أنه لا يصح له أن يمسح، ولكن إن مسح تقليدا لبعض العلم لا نبطل طهارته ولا نبطل صلاته، لكن الأفضل والأولى في مثل هذه الحال أنه يتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس اليمين ثم يلبس اليسار، خروجا من هذا الخلاف، خاصة أن هذا الحديث يدل على هذا المعنى، فإن قوله صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين دل على أنه أكمل الطهارة ثم لبس الخفين. المسألة الثانية قال ومسح عليهما، فما هو السنة في المسح؟ هل أن نمسح يعني على اليمين والشمال مرة واحدة في وقت واحد، أو نمسح اليمين ثم الشمال كما هي السنة في الغسل؟ الذي يظهر من هذا الحديث أنه مسح عليهما صلى الله عليه وسلم ولم يبدأ باليمين قبل الشمال، وهذا هو الذي يظهر من النصوص، أن المسح على الخفين يمسح عليهما في وقت واحد ولا يمسح اليمين ثم الشمال، والمسألة فيها الأمر فيها واسع، ولكن الذي يظهر من النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليهما في وقت واحد. فهذه بعض المسائل على هذا الحديث، والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.